أهلاً وسهلاً ومرحباً، وكالعادة نبدأ رحلتنا في باص جروب السيابي متوجهين إلى صلال إن شاء الله مع الشباب. ومثل ما تشوفوا سائق الباص جاهز. سائق الباص قيادة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. اليوم نبغى اتفاق، الفلوس ما يضيعن علينا، في شباب ما يدفعوا كانوا. كل شيء موجود، خزران موجودة، خلاص توكلنا. شيل طبعا هذا أول واحد واصل القلية، 7:30 7:30 حال الطريق قدام في نزوة بقى. يا أخي تعبتنا، مو نسوي نحن هذا ريال ما يسد ترى. في نزوة بس حاب لكم تو شوي. ليش في نزوة؟ ليش ما من تو؟ لأن يمكن أعرف حد هناك. أنا أسحب خليه هنا ولا ده. لحظة لازم أشاور راعي الباص. خلص شوي راعي الباص. محلي ما يركب هذا دائما، ترى تكرار عند الرجال هذا يا اخي دائما. لا ما يصير. نزوة بعطيكم حبيب هناك في اي تي ام. ما مشكلة بنشوف لين نزوة. بنشوف والله العظيم. ركب انت مو لابس جيت لو هذا ستايل مال طلعات كذا مو لابس سندويك في رجلك انت. ما دافع بعد اشوف انت اللي لابسه. ترى ما والله شفت موذا من اقترح لك تلبس. شغل دافع فلوس انا، شغل مكيف. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. عاش ان شاء الله، رحله ممتعه باذن الله. اوبا هلا عدوي عدوي هلا. هاي ليل انت هيت هين انت هين. ليش ذا التاخير؟ ليش ذا التاخير؟ صبر جاهز من الساعة واحدة. أنا مالكم ركب بطل قلية 7:30. حساب تحويل. كيف تحويل حبيبي؟ كيف تحويل؟ انتوا تقصوا على من؟ ما دافع بندفع نوصل نزول. ركب لا ركب سبعة ريال. انتوا ما دافعين اصلا، كيف تتكلم وانت ما دافع اصلا؟ بنحول لك لكن على متى تحول حبيبي؟ بعدين بخبركم شيء. متعطر سكت. شخصية قوية. لا تقصوا تتكلموا وانتم ما دافعين. في عند جاهز ما شاء الله. كيف امورك؟ كيف صحتك؟ ما شاء الله من انت شال الخريف عندك. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ حياك الله. من هذا ابو معاك؟ قيش السيارة؟ سلام، كيف حال مخبارك؟ كيف صحتك؟ كم تدفع؟ كم تدفع؟ كم نول؟ 7:30 حال الطريق. 7:30 عادي. لكن هذه اخر شهر. انت انتظرنا هناك شوي قدام. اقف نعالي خلاص 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 عرفنا خلاص. 7:30 لو تتكرم يا طيب. 7:30 نول. كاش ولا تحويل؟ كاش. يفضل كاش. تحول لك. يا اخي كلكم تحولوا، انتم متفقين ولا كيف؟ اركب اركب اركب. ما طلع يعطيني الفلوس. بعده. قال ايه وبعدين اذلهم يقول. زين. بنشوف من يذل الثاني. بنشوف هذا اللي متى ذي الحاله. هين 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 هينك من ساعه. فلوس 7:30 زين. بعدك جاي اركب تعال. غيرها 6 انزل ما 7:30 تحول بعدين. اركب. لحظه لازم نوزن شنطتك. لحظه شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نوزن الشنطه بس. ايوه سويها هناك. نشوف كم كيلو هذه. كم كيلو هذا جا؟ اوه ما تمشي واجد. ما تمشي. يا عمرنا 16 كيلو. لا ما تمشي 16 واجد. سامحني ما تمشي. نحن النظام عندنا 7 كيلو اقصى شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. ما يصير. ما تمشي. يا تدفع اكثر يا راجع الكاونتر. السلام عليكم. كان رايح يومي بس راجع. الموضوع ما يصير. حبيبي قائمة هنا فيه. يا رجال الله 16 كيلو. ما تمشي واجد واجد. لا حول ولا قوة. لحظة ما مشكلة. لحظة بقيس مرة ثانية. خلينا نتأكد. ما يجي. واجد. ما تمشي يا رجال. ما تمشي واجد. كم على الكيلو؟ لا حول ولا قوة. 5 ريال على الكيلو. هذا أكثر عن المطار. نحن شوية غير ترى باص. نحن مالك الله يهديك. بس عقب باص. أنت ودي الشنطة نوبة. كأنك رايح حملة العمرة. أنا من باغي حقها. ركب. إيه الفلوس؟ ولا باغي تسرق لي نوبة أنت؟ زين نص. اقسمها الله يخليك. حلو. هين النول مالي. سكوت. ليش نص ريال؟ ليش ما 7 بس؟ نص ريال زيادة؟ ترى موفر لكم كلينكس؟ ها؟ هذي لك اثنين هناك وهذاك واحد هناك وهذي الغير هنا بعد. مو تبغيوا أكثر من كذا؟ بعدك ما باغي تدفع؟ لفة يمين هذيك بعدين. عبد الله أوقاتكم بكل خير. نود أن نرحب بكم على متن باص جروب السياب الرحلة المتوجهة إلى صلالة. سوف تستغرق هذه الرحلة من 10 إلى 20 ساعة بالنيابة عن الكابتن يوسف العامري وعن طاقم الضيافة. نود أن نرحب بكم.
عليكم مجددا في حالة وجود حالة غرق أو تعليمات سلامة رجال انتباه. أيضا وفرنا لكم كمامات في الأعلى في حالة وجود اختناق داخل الباص وفي تيشو بتدفعون نص ريال زيادة. في حال واحد يبغى يروح الحمام يسوي هذه الحركة فقط. نتمنى لكم رحلة ممتعة. كابين كرو ريدي فور تيك أوف. الباص جزاك الله خير. حر شباب، بس معلومه ترى الباص برا بعد المغرب ان شاء الله، ف ساعتين على الاذان ان شاء الله والامور طيبه. 7:30 كمامات 10 ريالات على شنطه ريال مايك انكس. صلوا على النبي، صلوا على النبي ان شاء الله، بس نصلي المغرب و كأن في صوت. تو بعدنا متحركين عاد نعب. مو خلص البترول؟ والله خلص، ما واصلين فنجر. عبي بايفون. شباب ترى ورانا درب والله العظيم. تو حتى ما وصلنا فنجر، فنجر ما وصلنا. شيء وقت واجد نوصل 25 ساعة ترى مو يعني. لا 25 في هذا الطريق. خلص هذا حال ماي ما يكفي. وهذا بكم قال؟ اتسو فيه بخور. صديق. الو. هاو ماتش ذس، هاو ماتش. والله ما حد ما سمعه. راع الباص. موجود. وليد صباحي. نعم. احمد الناش. موجود. بدي العقمي. موجود. عبد القدوس. ايه. عبد القد ما ناديك مرتين، ما ناديك مرتين، موجود ولا لا؟ حسب عبد القدوس ما حد يسمع القدوس فكر ما دفع. معن المعني انت معن؟ بسم الله توكلنا على الله. يا شباب بشروا ان شاء الله المكيف اموره طيبه. تروي برد بعد صلاة المغرب معروف. هناك عندكم تحكموا بنفسكم. مرة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ابوي ما صار فاصلة. شوفوا لا مضطرد البترول. وقفنا ما اعرفه كله معصف. اذا ترى مو يعني ما نعبي بترول تقول لك كيف. اقول لك من بلد تكيف علي انت وحرك. ايوه لا 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 شيء شغال كي شباب بيترا ما دافعين بعدكم. ها معدين نزوة احسنكم سكتوا سكات. تم ولابس ارقوك شلة وشوف سالفته. خلصنا كيف ما كيف ما وقفنا ثالث مرة. روح خلص المرة روح. لا تشربوا ماي. الكوب مال يوسف وصلت كيف تعطيني ناشف؟ ركضوا الكوب حل. شباب بعدني احترام الباص من احترام راعي ترى لو سمحتوا يعني. أنا ما أعرف ليش تعاند. طبعاً الحمد لله رب العالمين إن نحن عند المحطة وخلص البترول. أنا حاس. مين قصر توبة ندفن حلو ليه؟ حاس بنها بالضبط لكن سبحان الله شوية غدر فيني. يعني ليش؟ ليش العناد؟ ليش تعاند؟ ليش تعاند؟ أنا أقولكم بيشتغل. نزلوا هزوا الباص شوية. نزلوا هزوا. والله قرب بيشتغل. قرب. دبصر. نفضوا دبصر. نفضوا الباص أنتوا قرب. والله العظيم. خلا انظر ذي. يا أخي كم محطة غطفين عليك؟ كم محطة غطفين عليك؟ السائق انت. هاي بس ينزل نوبة. هو يسوق أنا مو يدخل. ما رحنا اللي ما يخلط والله. أدرى قال سرعة. مو قاعد تسوي يعني أنت الخير. ما أحسب أنا اليوم.
اركب الناس ما عندي ما عذر ما عذر خل دفوا انا ابو عرفه بندف من الظهر طالعين لي كم مرات طالعين بالظهر اقول لك دفوا دفوا كمل 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 ما باقي شيء ما باقي شيء هاي المحطه هاي المحطه لف ما تشوف يالله مود الرحلة شالين سيكل صلالة احنا بنوصل يوم الاثنين ان شاء الله خلا خلا ما باقي شيء ما باقي شيء يالله مود الرحلة شالين سيكل صلالة احنا بنوصل يوم الاثنين ان شاء الله خلا خلا ما باقي شيء ما باقي شيء ما حد يعرفنا يوم الثالث شوفونا والله مو كاذبين انك ذاك زين كملوا كملوا باقي شوية هذا غريب يالله يوم خير ما صار ما علي واصلين 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 هانت خلاص مو هانت والله واصلين خلاص ربعك ما يدفروا يعني مو شهر خلاص واصلين عندي ما له يمين ولا يسار أنصب يا قبضي يا حلال أباي فولتو أباي زوع أقسم بالله أباي زوع باصة وين تانكي مالك أنك قوطي بيبسي تعبي بيبسي مقاطعة بيبسي قول كنزة لو سمحت كنزة هو أنا انزل غاب عني واحد منكم يشوف دون قدام الاوادم دوك شباب يضحكوا شباب يضحكوا علينا ذيل اللي هنا كذا مو كذا كنا ما راح كلام عدول والله صح كلام عدول لحظه سبا كم محطه مرينا انت راكب سكن سيت وانت محطه واحده الحين مو دراني محطه قلت انا ابي تواصلين عاد مخلص زين ترى هذا الفل ماله مو مخترع كذا التانكي لا يكون مخروق ولا شيء ما ظلم قصر كنت اقفل موقف معكم اوادم والله اوادم اوادم 8 ريال برا صلوا عليه صلوا عليه الامير وصلنا صلاله اللي قال إذا وصلت صلالة تف البوغل تف عليك يا قليل الأدب تف عليك وصلنا ولا ما وصلنا هذا أكبر رد حالك تفله بحجم السماء شو هذا المجنونة تفله بحجم السماء تف عليك قال الجو يفتح النفس تنسى كل ذاك التعب وذاك الطريق وعبينا بترول وكل ذاك نسيناه تو صباحكم بكل خير نود ان نرحب بكم من صلاله دار الاصاله تم الوصول بحمد الله بالنيابه عن الكابتن يوسف العمري وعن طاقم الضيافه كان من دواعي سرورنا ان نستضيفكم في هذه الرحله استغرقت هذه الرحله 15 ساعه درجه الحراره في الخارج 20 درجه مئويه الرجال التزام بوضع الكمامات وحزام الامان الى حين الوصول الى الشقه كابين كرو ريبير فور لاندنج